مرحبا مواليد برج القوس، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون شهر آب أغسطس 2021؟ شهر آب أغسطس هو شهر حلو. ليه؟ لأنه الشمس موجودة ببرج ناري ببرج الأسد، الأجواء بتكون لطيفة، ألطف معكم، أكيد ألطف معكم من شهر مايو، من شهر حزيران يونيو أكيد، شهر تموز يوليو يلي كان ماشي حاله. فبيوصل شهر آب أغسطس تتحسن الأمور بشكل كتير واضح، تفتح بوشكم تقريبا. طبعا عم بحكي أنا بشكل عام، في أشخاص لازم يشتغلوا أكتر على حالهم، يشتغلوا أكتر على مشاريعهم، يلاحقوا الأمور يتابعوها، يشتغلوا عليها أكتر من المعتاد. ما معناته أنه نحط إيدينا مي باردة ونقول خلاص كارمن قالت أنه الحظ حلو. إيه الحظ حلو، نوعية الوقت حلوة، فالمطلوب منكم أنكم تكونوا جاهزين لحتى تتحركوا بالاتجاه الصحيح، مش أنه تنطروا ليدق الباب، لا، بدكم تروحوا أنتوا لحتى تاخذوا كل شيء بانتظاركم. شهر آب أغسطس بعتبره شهر مهم جدا، من الأشهر الحلوة، لكن لازم تعرفوا أنه مش كل الشهر ممتاز، ومش كل أيام الشهر حلوة، في أيام أكثر حظا وفي أيام أقل حظا، أوكي؟ وفي نوعية وقت بدكم تعرفوا تستغلوها. نوعية الوقت بعطيكم إياها بس لما فصل الشهر، وبعطيكم إياها بالأيام الأكثر حظا والأيام الأقل حظا. هلا الجزء الأول يلي هو من تاريخ 1 لـ 22 هو الجزء الأفضل بالنسبة لكم. أفضل بمعنى إنه أريح. أنا مثلا بالنسبة لي تقريبا كل الأيام بالنسبة لي تقريبا منيحة. أكثر شيء عم بعطيكم أنا مثلا لما بيكون في شهر صعب، جزء من الشهر بيكون صعب تنقول علي، بنتبه من الأيام الأقل حظا بهيديك الفترة. يعني تنقول بشهر آب أغسطس، تنقول شهر آب أغسطس الجزء الأول هو صعب علي، بنتبه منه، لكن بشكل خاص بنتبه من الأيام الأقل حظا بهذه الفترة، تنقول من 1 لـ 22 أيها الأيام الأقل حظا خلاله، هيدي اللي بنتبه منها. انتو نفس الشيء مواليد برج القوس، الجزء الاول جزء جيد، الجزء الثاني يلي لازم تنتبهوا شوي منه. اذا الجزء الاول من 1 لـ 22 الحظ معكم، تفتح بوشكم، تتقدموا، تسهل الامور عليكم، لسيما بالايام الاكثر حظا رح بتكون محظوظه جدا، مثل حظ وبتزيدوا حظ بيطلع شيء كتير حلو. باخر الفيديو بسكلكم اياهم. هلا الحلو بشهر آب أغسطس 2021 عندنا فينوس كوكب الحظ الأصغر موجود في برج العذراء يلي هو بالنسبة لكم البيت العاشر، عم بيحملكم حظ بشغلكم، بعملكم، بطلاتكم، بمقابلاتكم، بكل تعاملكم مع المجتمع، عندكم حظوظ كتير حلوة. كوكب المريخ كمان موجود هونيك، لكن كوكب المريخ بيعطيكم طاقة، بيعطيكم قوة، بيعطيكم قدرة لحتى تواجهوا الأمور من حولكم، فبدكم تعرفوا تتعاملوا مع هذه القصة. الجزء الأول من 1 لـ 22 ممتاز جدا، ركزوا على الأيام الأكثر حظا واعملوا شغلكم بالكامل. الجزء الثاني من 23 ل 31 الشمس موجودة ببرج العذراء، أعلى نقطة عندكم دائرة الفلكية، وصلتوا للي بتريدوه، مثل اللي أخذ موعد وقعد ناطر بدوصلوا على وقت الموعد. هيك الجزء الثاني، فترة متعبة متقلبة نوعا ما، الأيام الأقل حظا، الأيام الأقل حظا خلالها بتكون متعبة، بتكون متعبة وبتقعد أعصابكم، بتكون تعرفوا تتعاملوا معها بهدوء. الجزء الثاني قد يحمل لبعض مواليد برج القوس فرصة عمل، فرصة مهمة لتغيروا شيء مهم بحياتكم، فالأيام الأكثر حظا بتكون فعلا حلوة وبتقدروا توصلوا للي أنتوا بتريدوه، يلي أنتوا عم بتخصصوا، عم تهتموا فيه وعم بتفكروا فيه وعم تحلموا فيه وعم تطلبوا مساعدة فيه. كل مواليد برج القوس محظوظة في هذا الشهر، بشكل خاص مواليد ديسمبر. بالنسبة للأيام، الأيام الأكثر حظا هي تاريخ 7 8 9، تاريخ 16 17 كثير مهمين، تاريخ 25 و26 كثير مهمين. بالنسبة للأيام الأقل حظا انتبهوا من تاريخ 2 3 و4، من تاريخ 10 11 انتبهوا، من تاريخ 14 و15 فارغين من الطاقة، انتبهوا من تاريخ 22 و23 و24، ومن تاريخ 30 و31. بدي اتمنى لكم شهر مرتب، شهر حلو تستفيدوا منه. ما تنسوا تتابعوا الابراج اليومية والاسبوعية للمزيد من التفاصيل. شكرا لكم، باي باي.